السعودية تعتزم طرح سندات باليورو على شريحتين، وجيروم باول يؤكد أن اقتصاد أمريكا بعيد عن أهداف الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص التوظيف والتضخم، والبيتكوين تعاود الارتفاع فوق مستوى 50,000 دولار. أهلا بكم في الأسواق العربية. في السعودية تتجه الحكومة لأسواق الدين العالمية مرة أخرى هذا العام، وذلك من خلال تسويق سندات معيارية مقومة باليورو على شريحتين لأجل 3 و9 سنوات بحسب وكالة بلومبرغ. واختارت السعودية بنوكاً بما فيها بي إن بي باريبا و إتش إس بي سي و جولدمان ساكس كمنسقين عالميين، بجانب تعيين سامبا كابيتال و جي بي مورغان و سيتي جروب و ستاندر تشارتر كمديري اكتتاب. في الولايات المتحدة أوقفت شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس موجة بيع عارمة في وول ستريت بعد إشارات منه إلى استمرار التحفيز النقدي والفائدة المنخفضة لوقت طويل. وقال باول أن اقتصاد بلاده ما زال بعيدا جدا عن الأهداف فيما يخص التوظيف والتضخم، مؤكدا دعمه لحزمة التحفيز التي يناقشها الكونغرس بقيمة 1.9 تريليون دولار، وقلل من المخاوف من تسببها بموجة التضخم. في أخبار العملات الرقمية، عاودت البيتكوين الارتفاع لتتجاوز حاجز 50,000 دولار بعد تصريحات باول بأن سياسة البنك لن تتغير في الوقت القريب وتعليقات إيجابية من كاثي وود مؤسسة شركة ARK Investment Management، أشارت فيها إلى أنها ما زالت تنظر إلى البيتكوين بشكل إيجابي وأن تصحيح السعر الأخير يعتبر إيجابيا للسوق. في قطاع الاستثمار، اقتربت أكبر شركة منتجة للطاقة المتجددة في الهند رينيو باور من إبرام اتفاقية للاندماج مع سباك RMG Acquisition Corp بهدف إدراج أسهمها. ومن المتوقع أن يتم تقييم الشركة الهندية المدعومة من جولدمان ساكس عند 8 مليارات دولار.